قوله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ولو قال قائل: لما قال إلا الذي فطرني؟ لما لم يقل إلا الله؟ فالجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن جملة فطرني علة لعبادته عز وجل، بمعنى أنني أعبد الله عز وجل لأنه هو الذي فطرني وخلقني. الوجه الثاني أن فيه التنديد بصنيع هؤلاء، فإن الذي يعبد هو الذي يفطر ويخلق، وهؤلاء يعبدون أصناما ونجوما لا تفطر ولا تخلق. قال عز وجل: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ومعنى فطرني يعني خلقني وأنشأني. قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض